موسى، الآن نأتي إلى تموز، يعني يوليو أو شهر 7 من 1982. نعم. لا 81. 1981. هذه الفترة التي حصلت فيها ما تسمى بحرب تموز. صحيح. هذه أحداث حدثت، بدأت من 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 10 إلى 24 شهر 7 81، وهي عبارة بدأ فيها العدو الإسرائيلي بغارات مكثفة على أوسع نطاق على مواقعنا من الجنوب إلى بيروت، وصل ضرب مواقع قياداتنا في العمليات المركزية، حتى العمليات اللي أنا فيها بداوم ضربت وأنا موجود فيها، بس هي كانت من 4 طوابق، راح الطابق الأول والثاني وسلمت أنا لأني في الطابق الثالث، وبين الغارة الأولى والغارتين طائرتين، وشفت يومها بعيني، سمعت صوت الطيران، فتحت الشباك طلعت على الجو، وإذا بالطائرة قد انقضت وخرج الصاروخ من تحتها، شفته والله، شوف العين، دوبني رجعت لورا شوية صار الانفجار في الطابق الرابع فوق، قوة الانفجار دريت وأذن بالصالون كيف طلع، كيف سحبني الهواء، فراغ الهواء سحبني من وسط الغرفة، وإذا مرمي على طول بصارون بالممر. على كل هي هذه يعني بدايتها، أنه بدأ العدو هو بالاشتباك معنا وبغارات. هسا صار الرد عليه عندنا الصواريخ والمدفعيات، وركزنا على المستعمرات، وأهم المستعمرات كنا نركز على نهاريا كما قلت سابقا، لأن ندرك نهاريا فيها يهود أشكناز غربيين من ألمانيا، والتأثير في الضرب للمستعمرات اللي فيها غربيين يؤثر على الكيان أكثر من المستعمرات اللي فيها يهود من المهاجرين اللي أجوا من البلاد العربية، عراقيين أو مغاربي أو مصريين أو ما شابه ذلك. واستمر تراشق، يعني تراشق كثيف يوميا، وغارات يومية، وغارات يومية تكبدنا فيها خسائر، خسائر بالمعدات، خسائر بالعقارات، خسائر بالمواقع، خسائر بالشهداء، وإحنا ما كناش نقصر. واشتركت فيها، أشرف على هذه المعركة المجلس العسكري لكل القوات الفلسطينية، كل القوات الفلسطينية في مجلس عسكري عن كل تنظيم، في مسؤول عسكري أول، يوميا اجتماع في العمليات، نحدد شو الأهداف وشو الإمكانيات اللي بدنا نرميها أو نستهدفها في اليوم الثاني، يعني بقرار جماعي من جميع التنظيمات الشعبية الديمقراطية، القيادة العامة، النضال كله، وشو كل واحد بيقدر يقدم لليوم الثاني من إمكانيات عنده، من قواذف صواريخ، جراد، كاتيوشا، كاتيوشا معدل، المدفعية، كل المدفعية عند فتح، 155 و122 في منطقة الزهراني للجنوب شوية لها مواقع بنقدمها، كنا للرشيدية قدمناها من الرشيدية وللأمام باتجاه الناقورة في داخل البساتين، هناك بيارات كبيرة كنا نخفيهن بس نغير المواقع باستمرار. واستمرت هذه الرمايات من 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 10 إلى 24 شهر، ولكن بعد 3-4 أيام بدأت هنالك هجرة من المستعمرات في شمال فلسطين، حتى هذه الخالصة أكبر مستعمرة قديمة وفيها، وكنا نسمع الأخبار والأخبار تجيب الجرائد والإذاعات شو اسمه، إنه بدأت هجرة واسعة من المستعمرات الشمال باتجاه الجنوب في فلسطين إلى تل أبيب، إلى شكل عامل ضغط عليهم، ضغط كبير، كان عمرهم ما قبلوا بوقف إطلاق النار، هم ما وافقوش مباشرة. هنا أجا دخل فيليب حبيب، كان أرسل مندوب لريغن، كان وقتها في البيت الأبيض، ففيليب حبيب نزل كان موجود في إسرائيل، وهو الذي بدأ بالحوار
مع منظمة التحرير لإيقاف وقف إطلاق النار، لتحقيق وقف إطلاق النار، لتحقيق وقف إطلاق النار أو تثبيته أو يعني أخذ قرار بوقف إطلاق النار. ولكن إحنا موقفناش وبلشنا مشينا من 10 و11 و12 لغاية يوم 22. يوم 22 حضرنا ضربة قاسية جدا. هذه الضربة شو حشدنا لها؟ حشدنا لها من كل ما لدينا من التنظيمات، من مدفعية، من صواريخ، من راجمات، على طول خط المواجهة من رأس ناقورة إلى مواجهة مرج عيون. ما أخذتش المواجهة منطقة العرقوب لأنه ما فيش هناك إمكانية للوصول لمستعمرات بعيدة في هناك. يا سيدي حشدنا دققنا أنه في إمكانية نرمي 5000 طلقة بلحظة واحدة، ضربة واحدة زي المطر نزل عليهم أبدا. واتفقنا أنه أنا أنزل على منطقة متقدمة في الجنوب وفي اتصال مع كل المواقع اللي بدها ترمي، ونرمي في لحظة واحدة بأمر واحد بأمر واحد. نزلت لمنطقة اسمها زفتة عند النبطية، قرية اسمها زفتة عالية وجاي وسط إلى اليمين باتجاه رأس الناقورة واليسار لغاية بنت مرج عيون، إمكانية الاتصالات على الأجهزة الصغيرة، أجهزة صغيرة مش على الأجهزة الركال الكبيرة. وسوينا صمت لاسلكي لمدة ساعتين، ما فيش ولا جهاز بتكلم، ممنوع الكلام، على كل صمت، بسموه صمت لاسلكي. إلى الساعة المحددة هذا قرار أخذناه بالليل وبدأنا نستعد له طيلة النهار لغاية تقريبا الساعة 4. أخذنا توقيت الساعة 4 تسمع نداء ارمي، كل الفوهات تفتح. وأطلقنا هذه الطلقات حوالي 5000 طلقة، لم يعني ما تحملتش أكثر إيش 10 دقائق. ثم تغيير مواقع فورا، الكل يرحل. توقعتوا الضربة؟ معلوم خروج الطيران، وبتكون رصدت لأنه في إمكانية من عند العدو تحديد موقع خروج الطلقة، بثبته على الإحداثيات، بسموه الاستمكان. الاستمكان في له طريقة، معدات بحددين منين الطلقة طلعت، فبيضرب وبطلع برمي نفس الإحداثيات، ارمي أوقف الرمي انتهى الرحيل الرحيل. هذه عملت في الكيان يعني هزة في داخلهم، لذلك قبلوا وقف إطلاق النار. هسا ما كانت أبو عمار اللي بتواصل معاه في بيروت، هسا فيليب حبيب في إسرائيل، اللي في بيروت مين بيقوم في الدور؟ علي الشاعر السفير السعودي، سفير السعودية، وفي سركيس رئيس الجمهورية، إلياس سركيس رئيس الجمهورية. أنا شفت هذا الكلام لأني أنا عنده في العمليات وشايف عاد الشاعر رايح جاي، هسا يوم تفوت عنده بحضرنيش شو بيحكوا ما بيجيش. وسواها أبو عمار وسووها على أساس اتفاقية وقف إطلاق النار، اتفاقية لوقف إطلاق النار، مش وقف إطلاق النار وخلاص، لا هذه يعني توقيع اتفاقية مشترك بين الطرفين، بين الطرفين. أول هذه أول مرة بصير إنك أنت تتقيد بعدم إطلاق النار كثورة. إطلاق النار يعني عدم العمل العسكري، مش بس ترمي صواريخ، ممنوع تعمل عمليات، يعني هدنة. وحسب ما بيحكي مؤلف الكتاب هذا فيكتور أستروفسكي تبع الموساد، بيقول إنه طوال عام 81 وأبو عمار بيحاول يتصل مع الإسرائيليين على ذمة الكاتب على أمل أن يقنعهم بوقف إطلاق نار. أبو عمار كان يريد وقف إطلاق نار قبل هذه المعركة، قبل هذه المعركة، ولذلك ثبت هذه المسألة في هذه الأحداث، في هذه الأحداث. بس اللي بدأ في التعدي الإسرائيليين حقيقة، مش إحنا يعني جريناهم،
ليثبت وقف اطلاق النار. الإسرائيليين هم اللي بدأوا بالغارات الجوية وبالعدوان، صار الرد عليها يوم 22 قرار من مجلس الأمن بوقف اطلاق النار، واتفاق فيليب حبيب في إسرائيل وعلي الشاعر وإلياس سركيس تواصل مع أبو عمار في بيروت وصار وقف اطلاق النار، وعمم أبو عمار هنا ممنوع إطلاق النار. هنا صارت المشكلة الكبيرة. كيف الآن سيلزم ستلزم القيادة الفصائل المختلفة بألا يطلقوا النار على الإسرائيليين رغم أنه تحقق انتصار؟ هو فعلا يعني نتيجة الاشتباكات كانت لصالح الثورة الفلسطينية. حصل تهجير للمستعمرات، خسائر، قدمنا خسائر، بس ولكن الخسائر اللي بتهجير المستعمرات وبإصاباتهم تؤلمهم أكثر ما الخسائر تؤلمنا اللي قدمناها. ولكن بالنتيجة إنه أن يتم اتفاقية على وقف إطلاق نار يعني إنهاء دور المقاومة، يعني زي ما بيحصل اليوم إنه ممنوع العنف اللي بده إياه أبو مازن، هنا كان ممنوع استعمال السلاح، يعني ممنوع عمل عسكري ضد الوجود في شمال فلسطين. يعني الآن القوات اللبنانية بتقدر تقول طب أنتوا ليش قاعدين يا فلسطينيين في لبنان؟ لا مبرر لوجودنا عادت في القرى الجنوبية وانتشار، لا مبرر لوجود ثورة عادت كأن انتهت ثورة، ولذلك كانت خطيرة، نقطة خطيرة كثير إنه تلزم عناصرك وقوات الثورة بوقف إطلاق النار بعدم العدوان على العدو. ولذلك لم يتم الالتزام حقيقة، لم يتم الالتزام بدور قمنا فيه بالتحريض. أولا التنظيمات الفلسطينية يعني في البداية هديت، الوحيدين اللي شاغبوا على أبو عمار هي الجبهة الشعبية القيادة العامة مباشرة بعد التعميم من أبو عمار على كل الفصائل. الوحيدين اللي خرقوا هذا التوجه القيادة العامة، أطلقوا كذا صاروخ، أطلقوا صواريخ. أبو عمار اتصل مع أبو هاجم غازي عطلة قائد قوات الكرامة في منطقة العرقوب في هالمنطقة هناك، وصواريخ انطلقت من هناك وفي قاعدة هناك للجبهة الشعبية، فأمر أبو هاجم بمهاجمة قواعد القيادة العامة واعتقال اللي أطلقوا الصواريخ، ولكن لم ينفذ أوامر أبو هاجم حدا، رفضت القواعد ورفض الشباب لأنه كل كان في حالة غضب إنه هذا قرار غير صحيح ويجب إحنا نطلق صواريخ، إحنا ما نلتزمش. والتيار تبعنا قام بدور بهالعمل مباشر بالتعميم على بنمون عليهم إنه هذا قرار خاطئ ويجب عدم تنفيذه. هنا بعدها حاولت فلتت باقي الفصائل يعني، وثم ما عادت في التزام. أما كان يراد منه إيقاف إطلاق النار، إيقاف الاشتباك مع هذا العدو، هذه نقطة كانت أشرت إلنا مؤشر خطير لمنحة سياسي بدأت تنحى به قيادة منظمة التحرير وخاصة قيادة حركة فتح. يعني على ذكر التيار الوطني الديمقراطي اللي هو تياركو، مني بخسارة باغتيال ماجد أبو شرار رحمة الله الشهر العاشر من نفس السنة، من سنة 81 فعلا، اغتيل في روما. في روما وإيش كان يعمل في روما؟ كان في مؤتمر لأدباء لإشي من هالنوع هذا، يعني لصالح القضية، لنصرة القضية الفلسطينية، مؤتمر دولي حقيقة. فذهب الأخ ماجد لحضور هذا المؤتمر، ولكن اللي حاصل فيما بعد درينا إنه لم ينم ويسكن في الموقع اللي يعني مرتب من قبل المستضيفين في روما للضيوف، رايح بمعرفة مدير مكتبنا اللي هناك اللي هو الآن مستشار سياسي لأبو مازن حم
حماد حماد اسمه الأول نمر نمر حماد. نمر حماد هو مدير مكتب منظمة عربي في روما، هو اللي استقبله، هو اللي برعاه، هو اللي بيتابعه، ماخذ له في أوتيل آخر، فندق آخر، بدون كل أعضاء المؤتمر اللي تمكنوا عادة الإسرائيليين من دخول الغرفة تبعه وتفخيخ العبوة في السرير تبعه. مجرد أن دخل ينام وتمدد على السرير فجر فيه، تفجرت فيه المتفجرة اللي مزروعة بالسرير. هذا في دور لنمر حماد في المسؤولية هاي؟ تظن ذلك؟ أنا على قناعة، وعندي شك إنه يوم إنه وصل الخبر، أنا يوم كان في عيد، فطلعت على كنت هنا في الشام مجاز، طلعت على بيروت، وتقرر فورا ثاني يوم إنه يطلع وفد لإحضار الجثمان. طلعت أنا وأبو الوليد سعد صايل وأخ اسمه أبو أكرم مسؤول التنظيم في الساحة اللبنانية، احنا الثلاثة كوفد طلعنا بطيارة خاصة ومعنا حوالي 20-30 شاب من شباب الحركة، طلعنا رأسا على كان في فرنسا، الطيارة بتأخذ هذا المنحة، نمنا في كان في فرنسا، ثاني يوم الصبحيات على روما. انزلنا في المطار لقانا نمر حمد، دوبنا قعدنا في الصالون المطار، وإذا بنمر حماد قلنا التالي، قال يا أخوان أنا واثق إنه المخابرات الإيطالية ملهاش دور، بدون أن نسأله، بدون أن نسأله تبرع تبرعا، تبرع أن يقولنا هو واثق، عرفوا ما صارش تحقيق، ولا صار تحقيق ولا يحزنون. وخلاني نأخذ وجهة المخابرات الطليانية، بس هي موساد اللي وراها، مش أما بمعرفة يمكن المخابرات، بس لا بد وأن له دور هذا الرجل بعملية، بدون أن يكون لدي يعني الدليل المستمسك، بس بالتحليل العقلي المنطقي له دور، اللي أخذوا ينيموا في مكان غير المكان اللي مرتب من قبل المضيفين أن يتنام فيه الوفود اللي جاي من الخارج، لأنه كان مؤتمر دولي عشان ينفذ هذه العملية. أبداً. الموساد بده يكون عنده معرفة بالأوتيل وعنده مفتاح للغرفة، ودخل وضبطوا الأمور وطلع وشافوا الداخل، ولما أنه تأكدوا أنه تمدد أعتقد صار عملية تفجير، فجبنا وعدنا به ثاني يوم إلى بيروت. كان طيب، أنت كمان أبو عمار كلفك بالذهاب إلى روسيا أيضا في نفس السنة. هذا ذهابي إلى روسيا أجا متأخر، هو حقيقة مسألة الاشتياح لبيروت هي بدأت بوادره من بداية السنة، من بداية 82 كان في زيارات لمورفي من في الوزارة الخارجية الأمريكية للبنان، ميرفي أيوة، ودينيس روس أيضا من هذا الأسماء اللي كانت تتردد على لبنان، وتصريحات عدوانية ضد الثورة الفلسطينية، شارون كان تصريحاته مستمرة تهديدات، بحيث أنه يعني قبل الاجتياح بحوالي 3 أشهر كان شبه عندنا قناعة أنه المعركة قادمة، في إرهاصات يعني إرهاصاتها موجودة، ولذلك كنا قد أخذنا احتياطات كثيرة قبل الاجتياح بشهرين بثلاثة. وانت بتذكر رواية في الكتاب، بتذكر انه انت رحت زرت جان عزيز، نعم، اكبر زعماء مدينة جزين المارونية، وجان عزيز حكى لك معلومات، اعطاك معلومات عن تخطيط لدى الاسرائيليين والقوات اللبنانية باجتياح الساحة اللبنانية حتى بيروت. صحيح، ويبدو انه هذه كان اسمها الاكورديون، خطة الأكورديون، هي ليست خطة ولكن هو شبهها، هو
هو شبهها كيف كان الحديث. هو زي ما قلت لك إرهاصات والاحتمالات كانت موجودة، وكان عندنا اجتماعات شبه ليلية للمجلس العسكري لكل التنظيمات الفلسطينية بما في الـ 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 الأحزاب الوطنية اللبنانية، وكل منا يقدر كديش عمق الاجتياح. هيك صار عندنا قناعة ومعلومات ومؤشرات دولية ومحلية وكله على بعضه إنه في اجتياح. هسا 40 كيلو 80 كيلو بيصلوا لصيدا، بيصلوا لبيروت، اجتهادات ونقاشات مستمرة. طيب هذه النقاشات أخذت دور، ثم أخذت دور الاستعداد، تزويد، مزيد من التسليح، ذخائر متقدمة احتياطية لكل قاطع من القواطع الثلاث. في ذلك المرحلة كان الجنوب، أنا صرت في العمليات في الخارج وما عاد في قائد واحد لمنطقة الجنوب، في ثلاث قوات في الجنوب، في من رأس الناقورة غربا إلى مرج عيون قوات القسطل بقودة اللي كان نائبي اسمه الحج إسماعيل، بعدين منطقة النبطية، منطقة النبطية إلى منطقة الريحان، مرورا بقرى عين التينة وما شابه ذلك إلى مشغرة إلى البقاع قوات. هذه القوات بقودها أخ من إخوانا من قوات اليرموك، ثلاث كتائب تبعت قوات اليرموك، كتيبة الأولى والثانية والثالثة، وممتدة من العيشية اللي احتلناها هاي إلى منطقة مشغرة إلى البقاع. هاي مسؤولية الدفاع. القوات هذه اسمها قوات اليرموك. في قوات الكرامة اللي بقودها أبو هاجم غازي عطلة اللي هي منطقة العرقوب، تبدأ من العرقوب وخلفيان لغاية المصنع اللي هي إلى شطورة، وقسمت ووزعت الواجبات على كل قائد من القوات الثلاث. مسؤوليتك تبدأ من إلى تسليح، تذخير، كل هذا تم قبل بحوالي شهرين. يعني في لم يكن مفاجئا الاجتياح، لم يكن مفاجئا، لم يكن مفاجئا. من ضمن الاجتهادات اني اجتهدت اروح لجان عزيز، من ضمن الاجتهادات اني لعله عنده معلومه، وما كانت وقتها لا تزال القوات اللبنانيه خلفنا موجوده، بشير جميل وما شابه ذلك. ما كانش وقتها جعجع، كله كان منخرط في إيش اسمه القوات اللبنانية. القائد الأول بشير جميل، أيوة. ما في جعجع وغيره وغيرات، هذول مش موجودين، كانوا كلهم في جسم القوات اللبنانية على رأسها بشير جميل. وكان في تصريحات عند القوات اللبنانية بالتهديد وبالوعيد وبالعدوان على مواقعنا. فصعبت حالي من الحالة، تحركت رغم أنه كانت مخاطرة يوميتها، لأنه منطقة لم يكن فينا فيها تواجد، وصار يعني الأحداث اللي ماضية يمكن يكون في إشي من بقايا الانعزالين هناك. ولكن رحت بسيارة مدنية، من سياراتنا سيارة مدنية، معي سائق، فش معي لا حراسة ولا ما يحزنون، وعلى جزي استقبلني بشاشة، وين هالمدة وين هالغيبة، سلينا شوية. قلت له كيف شايف في الأمور؟ قال لي خطيرة. قلت شو معلوماتك؟ قال في عدوان، الإسرائيليين جايينكم. قلت له وين الحدود؟ قال لي بيروت. أوف. رجل يعني مطلع هو، وله تواصل مع المنطقة الشرقية، يعني ما بنقطعش عنهم، ومن بيار جميل لشمعون لغيره لغيراته، بيعرف كل القيادات هاي وبيحترموه بالتأكيد وعنده معلومة، ولكن يحقد عليهم حقدك على إسرائيل، يعتبرهم عملاء. عملاء وضد العروبة وضد الوطن وعملاء للعدو، يعني كل الأوصاف السيئة بيوجهها إليهم. وقال لي عليكم تأخذوا حضركم. وانت رحت بلغت ابو عمار. هسه قصه الكورديون هاي،
كان اللي سيطبق عليكم مثل الأكورديون، بمعنى كان المفروض أن القوات اللبنانية عندما يتقدموا الإسرائيليين من الجنوب يناوشون القوات اللبنانية، ولكن القوات اللبنانية ما خدتش هذا الدور أثناء الاجتياح، ما خدتش هذا الدور. طيب سنكمل الحديث عن الاجتياح بعد الاستراحة إن شاء الله. الحوار أبعاد لا تنتهي. طيب أبو موسى، فهمنا قصة الأكورديون وأنت نقلت هذه المعلومات لأبو عمار، شو كان رد أبو عمار؟ هو فعلا أنا يعني أخذت هذه المعلومة منه، وكان آخر لقاء لي معه، وأعتقد أنه هو توفى فيما بعد. يوميتها قبل ما أودعه وأمشي قال لي بدي قطعة سلاح أبو موسى. إحنا بيجيبوا سلاح في هذيك في هذاك الوقت وفي هذاك المكان. قلت له بهديك هالمسدس، كان معي مسدس بكر قصير سميث. قلت له أقبل هالهدية منك. قال لي مقبول. أعطيته مسدسي وبعدها لم ألتقي معه ولا أشوفه، وسمعت أنه متوفي رحمة الله عليه. بصارت حالي وظليت راجع على أبو عمار دغري. قلت له اليوم كنت عند جان عزيز. بعرف جان عزيز. قال لي الله، إيش المعلومات عنده؟ عرف أني رايح أشوف معلومات. قلت له 1 2 3 في معركة قادمة وفي اجتياح وبدهم يصلوا لبيروت، هذا معلوماته. وبقول لي انه اثناء الاجتياح بده تطبق علينا من الجنوب، والانعزاليين بدهم يطبقوا علينا من الشمال مثل الاكورديون. هسا هو ابو عمار اخذها انه خطه اسمها الاكورديون. وهذا المصطلح من عند جان عزيز. وهذا المصطلح من جان عزيز، بدهم يطبقوا علينا من شو اسمه، هو سواه الاكورديون. ليه؟ لانه ثاني يوم او ثالث يوم كان في مهرجان في قاعة جامعة بيروت العربية، اللي غلطنا الدور اللي فات كلنا اللبنانية، جامعة بيروت العربية، وألقى في خطاب وتطرق إلى الاحتمالات، وقال في عندي معلومات إنه هنالك خطة اسمها الأكورديون. مش اسمها الأكورديون ولا ما يعزنون. وبعد ما روحنا وأنا وياه في الطريق طالعين على عمليات، بقول يا عمي قلت لك شيء، انا في خطه، قلت لك بدهم يطبقوا علينا مثل الاكورديون، هسه سويت لي اياها خطه اسمها الاكورديون. فيش اكورديون، اللي بيعرفوش الاكورديون كيف بيشتغل بيعرفوش شيء وشو بده يصير. مثل كلمة مثل الاكورديون. طب وين بيجي اللي بتذكره انت ايضا في الكتاب اجتماع المجلس الثوري فيما بعد مساء 15/5 بعد، واللي خطب فيه ابو عمار؟ نعم. وتكلم عن قطار التسويه. هذا فيما بعد. هذا هذه المعلومات تقريبا في شهر 4 أو 5. هذا الكلام اجتماع المجلس الثوري يوم 14 ليلة 14/15 من شهر 5. من شهر 5 شهر 5. هسا أقول هذه الاستعدادات وهذه التحضيرات، هذه المعلومات أصبحت لدينا. كل ليلة في اجتماعات للمجلس العسكري، يا إما الموسع يا إما المصغر. المصغر على مستوى أبو عمار، سعد صايل، أنا، عبد الرزاق المجايدة، أبو جهاد، هاي غرفة العمليات، محددين منهم اللي بيداوموا فيها. أبو عمار، أبو جهاد، سعد صايل، أنا، عبد الرزاق المجايدة، مدير العمليات ومساعدينه الأول والثاني زي ما بده اياها ابو عمار وقتها، ومعنا رائد اسمه مازن اداري بياخذ المحضر، بياخذ بيسجل المحضر في اجتماعات ليليه واحتمالات وقع. الى ان حصل ليله 14/15/5 اجتماع للمجلس الثوري بدعوه من ابو عمار، والاجتماع صار كان ببنه في كليه للهندسه تابعه للجامعه، وسع البناء عظم وفيها إشي أرضي، واجتمعنا في مقر في هذه البناية أمنيا
أمنيا بكنا نجتمع كل ليلة يوم يكون في على مستوى قيادات الصف الأول والثاني مجلس دوري ما نجتمعش في مكان محدد لأنه احتمالات الضربة كانت يعني محتملة يمكن في بين لحظة وأخرى. ففي ملجأ تحت في كلية الزراعة كلية الهندسة لجامعة بيروت العربية فاجتمعنا فيه. بدأ الساعة تقريبا 8 بالليل صار يشرح أبو عمار الاحتمالات هاي اللي بنحكيها والاجتياح وما اجتياح وأخذنا استعدادات وما ندري وين. صارت الساعة 11 بالليل قال أنا بدي أقول لكم حاجة ما بتحكي لنا بيحكي مصري بيحكي مصري هي بصير أي اللغة الفنية في العالم العربي سكتت ها قال أنا بدي أقول لكم هنالك أحداث قادمة كبيرة وهنالك ستختل كل التحالفات لغاية الآن نحن تحالفنا كالتالي الثورة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية بامتدادها مع سوريا والاتحاد السوفيتي وهذه مقولة موجودة عندنا يعني تحالف الثورة الفلسطيني سوريا الاتحاد السوفيتي ستختل هذه التوازنات هسا قاطع أمين أبو صالح قال له إذا تحالف مع الأمريكان ما دام اختلت معناته وين رايح إذا بده يصير تحالف جديد قال له إذا مع الأمريكان قال له من فضلك استنى شوية قال له لا ما هو يعني واضحة ما هو الشكوك صارت واقعة في داخلنا في داخل الحركة سكت أبو صالح كمل قال وهنالك حل أمريكي عنوانه حكم إداري ذاتي ما حصل في أوسلو حكم إداري ذاتي في الضفة الغربية والقطار حيتحرك واللي عاوز يتشعلق يتشعلق بهيك بالعامية المصرية واللي عاوز يتشعلق يركب وأنا قررت شو قرر وأنا قررت انفجرت الجلسة انفجرت الجلسة كلام خطير التحالفات اختلت التوازنات اختلت في تحالفات جديدة حتى ألحقها وهنالك تحالفات جديدة رجع أبو صالح يقول له إذن تحالف إحنا وإسرائيل والأمريكان والرجعية العربية هيك اللي بدك إياه هو كان أكثر واحد يقفله المرحوم أبو صالح نمر صالح عضو اللجنة المركزية وقامت هيصة لحكت المشاتمة تسكت بتسكت تسكر ثمك ما ادري وين اقعد هناك هذا والكل صيح من جاله صارت الساعه حوالي 12 بالليل بس هو ايوه والحقها وده اخر اجتماع لكم في بيروت ايه واخر اجتماع لكم في بيروت بس الاجتياح ما حصلش احنا في 15 14 15 5 الاجتياح في 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 في, في, في 4 6 في 4 6 الاجتياح يوم جمعة يعني في ناس انصطلت في ناس ما عادت تتحمل وكأنه الاجتياح مطلوب حتى ينهي هذا الوجود لا يا سيدي تبين أن لديه معلومات حسا مشان ما نتسلسلش بنحكي بعدها شو صار أنا مطلوب مني صباح ثاني يوم أطلع للاتحاد السوفيتي على ضوء الاحتمالات انه في هنالك اجتماع قرر المجلس العسكري وبرئاسة أبو عمار يكلفوني اطلع على الاتحاد السوفيتي في ضوء احتمال اجتياح في ظل احتمال اجتياح في إلنا حوالي 200 كادر في المدارس العسكرية في روسيا مش لفتة لكل التنظيمات فقرروا ان يودوني مندوب اروح اشوف وزارة الدفاع الروسية السوفيتية حين السوفيت كيف إذا حصل الاجتماع أن يؤمنوا لنا وصول هذه الدورات 200 كادر
كلهم كادرات أوائل يعني. وأنتم تحتاجوهم في العمل. نحتاجهم في المعركة. وإنه إذا تمكنوا من البداية يوصلوهم إلنا لبيروت بكون عظيم، ما كدروش يوصلوهم لدمشق، ومن دمشق بنقدر نجيبهم. فأنا مطلوب مني ثاني يوم الصبحيات باتفاق وقرار من أبو عمار والمجلس العسكري أن أطلع إلى الاتحاد السوفيتي. وكان هناك من مدير مكتبنا أخونا العميد محمد الشاعر، كان ضابط في الجيش السوري وعين هناك، ولديه معلومة ينتظرني ليعرفني ويأخذني على وزارة الدفاع، بس ما عندوش أفكار شو أنا جايب، ليش أنا جاي وليش بدي أقابل في وزارة الدفاع ما يمكن أن أقابله. أنا طلعت الساعة 12، تركت الجلسة، تركتها في حالة يعني فوضى وصياح واتهامات واتهامات متبادلة، وقلت بدي أنام لساعة زمان، فتركتها وطلعت. بس طلعت وعندي الصورة كاملة، هنالك حل قادم عنوانه حكم إداري ذاتي برعاية أمريكية، والقطار حيتحرك، واللي عاوز يتشعلق يركب، في تحالفات جديدة يركب، واللي مش عاوز يخليه في المحطة قاعد. وده آخر اجتماع لكم هنا في 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 بيروت. الله أكبر. في الطريق تلت رحلتي، يا هل ترى هذا يعني بنجم؟ أنا عندي إنه آخر اجتماع ببلغني بكل هذا، آخر اجتماع لكم في بيروت. يعني هو حاضر في غرفة العمليات في رئاسة الأركان الإسرائيلي، هل عنده يعني قدرة يجيب معلومات لهالمستوى؟ طيب شو الحكم الإداري الذاتي هذا؟ وفي حل عنوان الحكم الإداري الذاتي، هذه كلمات منصوصة مثبتة في صارت في عقل وعقل كل واحد سمعها. كل أنا رحت قضيت المهمة تبعي، قعدت حوالي يعني حوالي 14 يوم في موسكو. في موسكو قابلت في وزارة الدفاع، رحت زرت المدارس، عملوا لي جولة في كل المناطق، فرزل وما فرزل وكل المدارس العسكرية، شفنا الشباب، اجتمعت معهم، أعطيتهم توجهات ليش أنا جاي، شو في احتمالات إذا أجوا على بناء على سوريا، كيف يتم عودتهم. في وزارة الدفاع اتفقنا على الأمور هاي، سويت جلستين جنرالات، ما يعني ما بدري شو مستواهم يعني، في كله في وزارة الدفاع بوجود محمد الشاعر. لآخر يوم رجعت يوم 30 الشهر، عادت شاءت الظروف انه عرض علي محمد الشاعر، قال لي شو رايك انت صار لك 15 يوم بتلف وبتدور وتعبت، شو رايك تروح تشم الهواء على لينينغراد؟ قال لي هالجيم في الليالي البيضاء، في 7 ليالي اسمها الليالي البيضاء، الشمس تقريبا بتغبش عن لينينغراد، تروح تشوفها، في ناس بيجوا من اخر الدنيا مشان يشوفوا هالمنظر هاي. كنت عارض علي هذا في نص المدة اللي كنت فيها، كنت موافق بروح، بس أخلص العمل بروح، من صرت واصل. قبل يومين من 30 الشهر كان مفروض يمكن يوم 30 أو 31 أو 1 الشهر أروح، ركبت براسي بدي أروح، اتصلت مع محمد الشاعر قلت له بلا لينغراد بدي أروح. شغل بالك؟ مشغول بالي طول الرحلة، أسبوع ضايل للاجتياح. أنا بعرفش بده يصير هسا، أنا ما عندناش توقيت للاجتياح حقيقة، هو بلغنا الاجتياح قادم والتحالفات قادمة والاجتماع آخر اجتماع، وفي حل عنوانه الحكم الإداري الذاتي. هسا أنا طول الوقت وأنا بفكر شو احتمال الهجوم وين بدهم يصلوا، بس هو بلغنا إنه بدهم يصلوا لبيروت. هسا كيف بعطيني بيحكي هذا الكلام، وكيف نكتشف منين جاب هذا الكلام؟ نكتشفه بعد 10 سنين على لسان محمد حسنين هيكل. شو بروي محمد حسين هيكل؟ هذا أنا سامعه بذاني من محمد حسين هيكل بعد 10 سنوات من يمكن هذا الحكي ب82 ب2001 أو 2002 يعني أسمعه على التلفزيون، يعني بعد 20 سنة. لا هو لا ب92 بعد 10 ب92 حقيقة ب92
يروي محمد حسين، محمد حسين هيك الرواية التالية بيقول إنه قبل شهر من الاجتياح لبيروت يعني بشهر خمسة حضر إلى مصر شخص من اللوب اليهودي اسمه ستيفن كوهين من اللوب الصهيوني في أمريكا، وطلب الاجتماع واللقاء مع سعيد كمال مندوب مدير مكتب منظمة التحرير في القاهرة قبل أن يصير في الجامعة العربية، كان مدير المكتب للمنظمة، ويلتقي مع سعيد كمال ويبلغ سعيد كمال أنه يريد اللقاء مع ياسر عرفات. سعيد كمال يذهب إلى المخابرات المصرية ويطلب ويبلغهم بوجود شخص اسمه ستيفن كوهين عرف على نفسه أنه من اللوبي الصهيوني ويطلب مقابلة ياسر عرفات. ما رأيكم يا إخوان؟ يبلغوا المخابرات المصرية لا بأس أن تذهب به إلى بيروت، ويأتي سعيد كمال بستيفن كوهين إلى بيروت، وعلى ذمة محمد حسين هيكل أنه التقى مع أبو عمار ومع أبو جهاد، وستيفن كوهين يبلغ أبو عمار أن هنالك اجتياح قادم إلى بيروت وستخرج الثورة الفلسطينية سلما أو حربا بإرادتك أو بدون إرادتك تخرج من لبنان، والمطروح عليكم حكم إداري ذاتي بالضفة الغربية، ولكن هذه مرحلة أولى، ولكن دولتكم القادمة في الأردن. ويعود ستيفن كوهين مع سعيد كمال كل منهم إلى موقعه. إذن المعلومات اللي أعطانا إياها ليلة 14 على 15 5 قبل بشهر جاي عنده ستيفن كوهين من اللوب الصهيوني من أمريكا مع سعيد كمال، ويروي له الاحتمالات القادمة، اجتياح قادم. ولذلك أبو عمار قالنا آخر اجتماع لكم، لأنه ستيفن قال حتخرجوا بإرادتكم أو دون إرادتكم، وصحيح لم نجتمع اجتماع مجلس الثوري بعد تلك الاجتماع. يعني أنت لولا أنه أنت بأذنك سمعت من أبي عمار ما سمعته أو ما قاله، لكن ظنيت أن ما يقوله محمد حسين هيكل نوع من الأساطير. من الأساطير فعلا، ولكن هذا ما سمعته مش أنا لوحدي، تأكد المجلس الثوري كان بحدود حوالي 80 واحد كلهم سمع، كلهم سمع، متواتر الرواية كلهم. هذه الرواية من عنده الإيمان والجرأة لازم يرويها، ومن عندهم يمكن يتنكر إلى الآن ما يقولهاش، ولكن هذا اللي حصل، هذا اللي حصل، هذا مثبت، هذا مثبت، الكل سمعوا. إذن هذا يفسر الانهيارات المتتالية والسريعة فيما بعد، يعني اجتياح بكل بساطة بيصل بيروت خلال فترة قياسية. لذلك يعني هو الاجتياح وصل إلى بيروت أيضا، يعني هزالة القيادات، هزالة القيادات الأولية في الجنوب لم تكن مهيئة نفسيا وللتضحية لصد هذا الهجوم اللي كان ممكن أن لا يصلوا إلى بيروت يوم 13. هذه القيادات مش كانت موجودة في المجلس الثوري ولا؟ هي موجودة، كل أعضاء في المجلس الثوري. ما هو اللي سمع الكلام هذا من أبو عمار خلص شو بده يضل عنده حماس إنه يقاتل؟ يعني بس اللي بده مش بالضرورة أني أسمح إنه ينفذ هذا القرار أو هذا التوجه أو هذا الذي سمعته، إضافة إلى الإمكانيات اللي حشدت من الكيان الصهيوني من كل وسائل الأسلحة، من جيوش برية لجيو أساطيل بحرية إلى أساطيل جوية، أيضا حشد ما لم يكن يعني بقدرة مقاومة أن تصد يعني مثل هذا، ولكن كان مفروض أن لا يصلوا بهذه السرعة. في حرب تموز 2006 الإسرائيليين ما يدروش كم متر دخلوا في الجنوب. صحيح.
حزب الله لوحده وليس لديه العدد اللي كان موجود معنا. يعني يعني قائد قوة القسطة الحج إسماعيل في المنطقة الغربية من الجنوب كان عنده حوالي 6 كتائب. كان عنده كتيبة شهداء أيلول، عنده كتيبة بيت المقدس، عنده كتيبة المحمولة، عنده كتيبة أبو يوسف النجار، عنده كتيبة الجرمك. يعني في قوة ومجهز الناس. سمعنا أنه بعض القادة تركوا الميدان ورجعوا. من أول يوم في الحج إسماعيل ترك، بنجيها بتسلسل الأحداث. عندما بدأ الاجتياح عام في شهر في 4/6 جسمه. ولذلك كانت يعني الأمور مدرك الناس أن المعركة قادمة، ولكن يظهر التوقيت. كانوا ينتظروا مبرر، والمبرر حصل قبل يومين بمحاولة اغتيال السفير الإسرائيلي في لندن، التي محاولة فشلت على الأقل، ما قتلوش واتهم فيها أبو نضال. هلا حقيقة أبو نضال اللي قام فيها وما تمكنوش يقتلوه، هل الموساد افتعلها ليعطي مبرر ويتهم الثورة الفلسطينية؟ حتى لو عملها أبو نضال، شو دخل الفلسطيني الثورة الفلسطينية ومنظمة التحرير أبو نضال؟ أبو نضال كان يعد منشق عن الثورة الفلسطينية، وكان موجود في بغداد ويعمل لمن يدفع إذن لا تتحمل منظمة التحرير والثورة الفلسطينية أي حدث يحدث أبو نضال البنا. بس الكلام اللي تفضلت فيه الآن أبو موسى، إنه هذه الحادثة وإن كانت اتخذت ذريعة، علم أبو عمار بأن الاجتياح قادم لا علاقة له بحادثة. لا علاقة له ولذلك يعني عن من شخصيا إنه يعني إلى أن حصل، إلى أن توضحت الأمور. وأنا أفكر إنه كيف كان لديه مثل يوم حصل الاجتياح وحصل الخروج وحصل كل هذا، طب من ليه أبو عمار كان هذه المعلومة؟ أظل أفكر إنه ما قلنا بهذا آخر اجتماع وقلنا في حل. أنا مش مهم قلنا في حل، بس قال لكم آخر اجتماع يعني عارف إنه الإسرائيلي. طب هالمعلومة هل هي معلومة مررت له؟ هل عندنا في الثورة الفلسطينية قدرة على اختراق الأركان الإسرائيلي؟ لتأتي بعدين هذه المقولة ولم يخرج أي أحد لينفيها، ولم يخرج أي من سعيد كمال جر، لم يخرج أي واحد لينفي هذه المقولة اللي رواه. ومحمد حسين الهيكل مش إنسان طبيعي عادي، يعني يمكن أن يؤلف، ما أظن أنه بيتجرأ يقول، لا يتجرأ أن يحكي هذه التفاصيل. هذه اتهام مباشر، ولم يخرج أي أحد لينفي أو يصحح. إذا كان هذا كوهن راح على بيروت والتقى أبو عمار وقال له الكلام اللي قال له إياه، هذا ستيفن كوهن. أيوة. يعني هو قال له شغلتين، الشغلة الأولى إنه في اجتياح وراح تطلعوا من لبنان، الشغلة الثانية إنه في لكم حكم إداري في الضفة الغربية، معناته حاجة مقابل حاجة. لا وهم، إنه دولتكم في الأردن، وفي الأردن كمان، يعني أضاف إلى إنه هذه يعني عطية أولى، هدية أولى أو ثمن أولي، حكم إداري ذاتي. هذا النص حكم إداري ذاتي اللي حصل في أوسلو، حكم إداري ذاتي. بس دولتك في القدس، في الضفة الغربية، الضفة الشرقية، في الضفة عفوا الشرقية، في الأردن، هي الأردن يعني، مش قالوا في الأردن. واللي بيحكوا فيه الإسرائيليين اليوم بعض القيادات الإسرائيلية لا يزالوا يدندنون على ذلك، بأيدوا بزنوا على في قبل الحرب على غزة صارت أزمة بين الأردن والسلطة الفلسطينية بسبب ما نسب إلى محمود عباس من أن اللاجئين موطنهم سيكون في الأردن، واللي على إثرها الأردن حسن علاقاته مع حماس ثم تراجع بعد صحيح بعد الحرب. على كل حال لنا حديث مفصل أكثر في عملية الاجتياح وما آلت إليه، نتوقف الآن عند هذا الحد إن شاء الله. إن شاء الله.